انطلقت في أربيل عاصمة إقليم كردستان منافسات التجمع الثالث ما قبل الأخير للمربع الذهبي للكرة الطائرة، والتي تجمع فرق أربيل والبيشمركة والشرطة وغاز الجنوب. وقد تمكن نادي أربيل من الفوز على نظيره البيشمركة المتصدر في مباراة الافتتاح بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليرتفع رصيد انتصاراته إلى 4. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا حققنا مربع ذهبي، احنا كانت هدفنا نوصل مربع ذهبي. الحمد لله بجهود الكادر التدريبي وجهود اللاعبين الابطال وصلنا، واللي هسه احنا هسه هاي النتائج كلها يصير انجاز، مو يعني تحقيقنا كان اربع مربع ذهبي بس، الحمد لله هسه نقدر نقدمه نجيب النتائج الحلوه. ممتاز هذا الموسم بجوده اللاعبين العراقيين تجتمعوا في انديه واحده، بالإضافة إلى المحترفين الذين أضافوا نكهة إلى الدوري هذا العام، وخير مثال على ذلك هو تجمع هذا الجمهور الكبير المحتشد لرؤية هذه الفرق تتنافس على الدوري الممتاز لهذا الموسم.